السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونون بصحة تامة وعافية. محاضرتنا لهذا الأسبوع اللي نزلت لكم على جوجل كلاس روم هي نتكلم عن جينوس يعود إلى الفايلم الإبي كومبلكسة والسب فايلم الإميرينيا. الجينوس هو توكسوبلازما غونداي. The history and distribution. Toxoplasma gondii is an obligate intracellular coccidian parasite, first described in 1808 by Nicol. أول ما لاحظها نيكول in a small North American rodent called gondii, اللي تعود إلى الجينس Acetino dactylus gondii. أيضا في عام 1923 الجانكو أول من لاحظ assist in the retina of child with hydrocephalus and microthylemia. Name toxoplasma مشتق from a Greek word toxon meaning arc or brow referring to the curved shape of a trophozoite. وبالنسبة للغونداي راح تعود إلى small North American rodent اللي هي قلنا عليها Acetino dactylus gondii. التوكسوبلازما غونداي تكون تحتوي على 3 forms morphological forms هي number 1 trophozoid والtissue cyst والoocyst. This figure explain the 3 forms of Toxoplasma gondii. A طبعا هي smear from a peritoneal fluid of infected mouse. النمبر A راح يوضح لنا extracellular trophozoid and intracellular form within macrophage. احنا بالبداية قلنا هي obligate intracellular parasite تكون داخل الماكروفاج. نلاحظ هنا الشكل الواضح للتروفوزويت يكون الكريستنسيك تاكيزويت أو تروفوزويت الشكل يكون هلالي الكريسنت شايبت أو كيربت شايبت. نمبر بي رح نلاحظ ثيك والد تيشو سيست containing rounded forms برادزويت هاي تيشو سيست ورح يحتوي يكون شكله دائري ويحتوي بداخله على البرادزويت. نمبر سي هو الأوسيست اللي يكون يحتوي بداخله على 2 سبوروسيست with سبوروزويت انسايد. طبعا نعرف انه التوكسوبلازما غونداي هي راح تكون الطفيلي راح تمتلك ستراكتشر نسميه احنا هسه راح ناخذه بتفصيل للتروفوزويت نسميه بالابيكال كومبلكس يستخدمه للاتاتش اند بنترايت هوست سيل. وكل الكوكسيديان باراسايت تمتلك سيكشوال ستيج اللي هي السبوروغونيك فيس والاسيكشوال ستيج اللي هي الشيزوغونيك فيس. التروفوزويت او التاكيزويتس is crescent shape يكون شكلها هلالي with one end pointed and the other end rounded. القياس طبعا من 3 الى 7 ميكرومتر in length تحتوي على النيوكليوس تكون ovoid and situated at the blunt end of the parasite. بالالكترون مايكروسكوب طبعا راح يتوضح عندي الابيكال كومبلكس اللي يكون موجود الابيكال كومبلكس يكون موجود بالpointed end اللي يستخدمه بالattach to and penetrate host cell. التروفوزويت الاكتيفلي مالتيبلينج تروفوزويت راح نلاحظها بالانتراسيلولار ان فيروس تيشو. هنا المضاعفة او التكاثر اللي يكون الفعال للتروفوزويت يكون بالمختلف الانسجة خلال الايرلي اكيوت فيس اوف انفكشن. It can invade any nucleated cell and replicate within cytoplasmic vacuoles by process called endogony. هاي العملية اسميها الاندوغوني معناها راح يحصل غزو التروفوزويت يستطيع ان يغزو النيوكليتيد سيل الخلايا اللي تحتوي على النواة ويتضاعف بداخلها انترنال وانترنال بودينج بداخل السيتوبلازميك فاكيولز وهذه العملية اسميها الاندوغوني اور الانترنال بودينج.
During acute infection, the proliferating trophozoite within host cell may appear rounded and enclosed by the host cell membrane. هاي العملية أسميها pseudocyst or colony. وممكن أني أميزها عن differentiated from tissue cyst by staining باستخدام صبغات معينة. الرابطلي proliferating يعني التكاثر السريع للتروفوزويت حيحدث بالأكيوت infection وهذا أسميه التروفوزويت أسميه بالتاكيزويت وراح يكون التروفوزويت susceptible حساس للدراينج للفريستوينج and gastric digestion. This figure explain the trophozoite. الصورة على اليسار تبين لنا شكل الهلالي ال curved shaped or crescent shape للتروفوزويت وراح نلاحظ انه الابيكال كومبلكس موجود بالبوينتد اند بالنهاية المستدقة له. تلاحظون شكله يكون كأنه شكله بالضبط هلالي او مغزلي والنواة الكبيرة تكون واضحة جدا بالجهة العريضة للتروفوزويت. وهنا الى اليمين راح نلاحظ هنا الماتشور باراسايت وبعدها البادينج نشوف البادينج انشيشن شلون راح يبدي البادينج والبادينج الونجيشن التطاول التبرعمي اللي راح يبدي. This figure explain the trophozoid arranged لان هنا راح يكون ترتيب التروفوزويت راح تختلف بأشكال يا أما يكون سينجلي مفرد أو يكون على شكل غلاستر على شكل عناقيد أو هيكون على شكل روزويت وهذا طبعا حيتوضح عندنا بالجيمزستين. الفورم الثاني المورفولوجيكال فورم بالنسبة للتوكسوبلازما كونداي كملنا التروفوزويت هسه عندنا الفورم الثاني هو التشو سيست. The tissue cysts are resting from the parasite. They are found during a chronic stage. لاحظوا احنا المقارنة between the trophozoite and the tissue cyst. The trophozoite يكون موجود بال acute infection. هنا the tissue cyst يكون موجود خلال the chronic stage of the infection. وخصوصا وجوده يكون بالبرين لان هو يعتبر الموست كومن سايت بالسكيليتال ماسلز بالفاريوس اذر اورجانز. السلولي مالتيبلينج باراسايت هنا راح نلاحظ انه السيست يكون التضاعف مالته بطيء مو مثل التروفوزويت. التروفوزويت يكون اكتيفلي مالتيبلينج باراسايت لكن السيست يكون سلولي مالتيبلينج وراح ينطيني شنو بداخله قلنا يكون موجود يكون داخله موجود البرادي زويت هناك التروفوزويت من يصير مالتيبلينج راح ينطيني هو التاكي زويت. السيست يكون راوند اور اوفل الحجم مالته من 10 الى 20 مايكرومتر ان سايز اند كونتين نيوميرس برادي زويت والسيست راح يبقى فايبل ان تشو فور سيفرال يير. بالنسبة للأشخاص اللي تكون عندهم المناعة نورمال طبيعية السيست ممكن أن يبقى سايلنت لكن بحالة يكون immune compromised patient هنا السيست ممكن يصير reactivated leading to clinical disease. It is relatively resistant and when the raw or undercooked meat containing the cyst is eaten a cyst wall rupture by peptic and tryptic digestion and the released parasite initiates infection by invading intestinal epithelial cell. طبعا راح يصير السيست هو بداخل البراديزويت حيصير له rupture ويبدي راح يصيب تتحرر البراديزويت بداخل الانتستينال ويغزو الانتستينال epithelial cell. بعدها راح يتحول الى يصل الى الفاريوس تيشو اند اورجانز من خلال البلاد اند اللمفاتيك. السيست ار سسبتبل حيكون متحسس الى الديسكيشن يعني دراينج والفريزنج اند ثاوينج اند هيت ابوف ودرجه الحراره اكثر من 60 درجه مئويه هي راح تقضي او يتحسس الها السيست. نلاحظ بهذا الشكل لاحظون هذا التيشو سيست
للتوكسوبلازما filled with براديزويت شكله قلنا round ويكون بداخله النيوميراس براديزويت. أما النوع الثالث الفورم الثالث هو الأوسيست. بالمناسبة التروفوزويت التراكيزويت والتشو سيست هاي طبعا هي تعبر لي عن الشيزوغوني. الشيزوغوني يعني الاسكشوال ستيج. اما بالنسبه للاوسيست هو راح يعبر لي عن السكشوال ريبرودكشن يعني الجميتات. الاوسيست ديفلوب اونلي ان الاوسيست يكون موجود فقط بالديفينيتيف هوست اللي هي الكات اند فيلاين فاميلي but not in humans. لاحظوا هاي الفقرة. لكن الشيزوغوني اللي هي يعبر عنها بالتروفوزويت and التشوسيست تكون موجودة بالهيومن. معناها الاسكشوال ريبروتكشن تحدث بالهيومن لكن الاوسيست تكون بالديفينيتيف هوست ما موجودة بالهيومن. It is oval in shape and measure 10 إلى 12 micrometer in diameter. Each cyst is surrounded by a thick resistant wall. يكون محاط بالthick resistant wall يكون مقاوم. The oocysts are formed by sexual reproduction. الجميتوغوني. الكاتس shed millions of oocysts per day in feces for about 2 weeks during the primary infection. Undergo sporulation. راح يحدث السبوريوليشن بالنسبة للأوسيست اللي حيحرر لنا الكات من ملايين الأوسيست خلال اليوم الواحد بالفيسز طبعا حوالي أسبوعين during the primary infection. هنا السبوريوليشن راح يحدث داخل in the soil with formation of راح يكون لي two sporocysts. بالسلايدات بالبداية لاحظتوا الشكل الأوسيست هو راح يكون يحتوي على 2 سبوروسيست و each سبوروسيست راح يحتوي على 4 سبوروزويت وهذا هو يكون الانفكتيف ستيج. الأوسيست is very resistant يكون كلش مقاوم للانفيرومنتال كونديشن. ليش قلنا محاط بالثيك وول and can remain infective in soil وممكن ان يكون يعني يبقى هو انفكتيف بالسويل لحوالي سنة. When the infective oocyst is ingested راح يحرر لنا السبوروزويت in the intestine وراح يبدي initiate infection وتبدي الإصابة. ليش؟ احنا قلنا السبوريوليتد سبوريوليتد oocyst هو راح يكون الانفكتيف ستيج. هذا الشكل يوضح لكم الاوسيست وبداخله التو سبوروسيست وكل سبوروسيست يحتوي على 4 سبوروزويت. بالنسبة لللايف سايكل اللايف سايكل التوكسوبلازما غونداي راح تكون عندي على نوعين اللي هي الانتريك سايكل والإكزو انتريك سايكل. بالنسبة للانتريك سايكل احنا قلنا الكات هي تكون الديفينيتيف هوست المان يكون المان والرودنت والبيرد هو يكون انترميديت هوست. راح نبدي من الكات. الكات هو نقول راح يحصل acquires infection by ingestion of rodent meat containing tissue cyst. بعدها راح يصير excestation occur in small intestine راح تحرر هاي التشو سيست حتحرر لنا البراديزويت released براديزويت released. بعدها راح يكون undergo الشيزوغوني المرحلة الاسكشوال سايكل بالميوكوزال سيل وراح تنطيني الميروزويت فورمد. الميروزويت فورمد راح يتخذ مسارين يا اما المسار هو الجاميتوغوني اللي راح ينطيني جاميتوغوني ينطيني نوعين من الجاميتات هو الماكرو جاميت والمايكرو جاميت او المسار الثاني راح يتحول يدخل الى الاكسترا انتستينال تيشو ويكون لي التيشو سيست. بعدها راح يصير فيرتيلايزيشن للماكرو جاميت والمايكرو جاميت ويكون لي السبوروبلاست سبورو او يكون لي الاوسيست فورمد اند اكسكريتد ان فيسز. الاوسيست راح ينطرح بالفيسز ويصير ديفلوبمنت ان سويل وراح يتحول الى سبوريوليتد اوسيست اللي هو اعتبره الانفكتيف ستيج راح تيجي من الرودنت والبيرد هو راح تتغذى على الكون
على تاخذ السبوريوليتد اوست من الكونتامينيتد سويل اللي يحتوي عليه، وراح تنتقل يتكون التشو سيست بداخل العضلات للتابعة للرودنت ولل البيرد، وراح تجي القطة مرة ثانية تتغذى على هاي الانترميديت هوست، وراح تحدث الإصابة بالنسبة للقطط. هاي الانتريك سايكل. أما بالنسبة السبوريوليتد أوست راح يأخذها الإنسان عن طريق acquires infection by ingestion of contaminated food and water، وهي راح يحتوي هذا الفود أور ووتر راح يحتوي على السبوريوليتد أوست or by ingestion of undercooked meat containing tissue cyst. يعني بطريقتين راح يحصل الإنسان على الطفيلي، أما عن طريق contaminated food or water المحتوي على sporulated oocyst اللي هو infective stage، أو راح يأخذها عن طريق ingestion of undercooked raw or undercooked meat containing a tissue cyst. راح يحدث excitation occur in small intestine أيضا، ينطيني البراديزويت from tissue cyst، وبعدها راح يحرر لي السبوروزويت released from oocyst، وراح يحدث الانفكت للانتستينال ميوكوزا، وراح تتحول الى التاكيزويت formed، تكون التاكيزويت وتنتقل التاكيزويت الى كثير من الاعضاء. قلنا اهم عضو هو الموست كومن سايت هو البرين والليفر، وايضا الى التشو cyst formed، وبعدها تؤدي إلى، طبعا إذا ما تعالج الإنسان حيؤدي إلى dead end cycle end، تنتهي السايكل بعد إن موت الإنسان. الباثوجينيسيتي اند كلينيكال فيتشرز، توكسوبلازما انفكشن تعتمد على الاميون ستاتس، اميون كونديشن اوف ذا انفكتد بيرسون. طبعا الانسان هو اكتيف بروجريشن اوف انفكشن از مور لايكلي ان اميون كومبرومايز. اميون كومبرومايز انديفيدوال مثل مرضى الايدز حيكونون اكثر عرضه للاصابه بالتوكسوبلازموسيس، وإلى يكونون أيضا حتتطور هذه الإصابة إلى الفاتال كومبليكيشنز، تكون مضاعفات مميتة بالنسبة للمرضى الإيدز مرض العوز المناعي. Most human infection are asymptomatic. الكلينيكال توكسوبلازموزيس maybe يا أما تكون congenital أو تكون acquired. أما تكون congenital تنتقل from mother to fetus، أو تكون acquired يعني هي راح تكتسب عن طريق blood transfusion عن طريق الاميون compromised patient، راح ناخذها بالتفصيل. بالنسبة للcongenital toxoplasmosis، الcongenital toxoplasmosis result when toxoplasma gondii is transmitted from placenta by placenta from mother to fetus. This occur when the mother gets a primary toxoplasma infection clinical or asymptomatic. هاي راح تكون خلال فترة الحمل during pregnancy، وطبعا راح تختلف ايضا خلال السيفيريتي للإصابة خلال فترة الحمل بالنسبة حسب اشهر الحمل، حسب اذا كان بالفيرست تريمستر او بالفيرست تريمستر حتكون النسبة 25% تقريبا. المذر acquires primary infection بالفيرست سيمستر، تصل الى تقريبا 65% بالثيرد تريمستر سوري. كذلك severity of fetal damage is highest، طبعا تكون كلش النسبة عالية شدتها بالنسبة للإصابة للفيتال when infection is transmitted in early pregnancy. المذر with a chronic or latent toxoplasma infection acquired early، تكتسبها يعني مبكرا، don't ordinarily infect their baby. إذا كانت موجودة إذا latent، إحنا بالبداية قلنا بالنسبة للتشو سيست يكون يقدر إنه يكون remain latent، يكون موجود، لكن راح من تتوفر الظروف إلي حيكون الإنسان هو immune compromised، وطبعا هي pregnant woman تكون immune compromised.
يعني بعض الومن تكون اللاتنت اور كرونيك انفكشن راح تتحول التشو سيست تكون ري اكتيفيتد ديورينج بريجننسي وراح تتحول الى التروفوزويت، وبهالحاله راح تصبح الاصابه وتنقلها الى الفيتاس ان يوترو. Most common manifestation of acute acquired toxoplasmosis is lymph adenopathy. اللمف adenopathy راح نلاحظ السيفيريكال lymph node راح تبدي بداية الإصابة تكون دائما موجودة، لاحظ الغدد اللمفاوية يصير بها تضخم بالسيفيريكال، fever, headache, المينيجيا, splenomegaly and are often present. تقريبا الأعراض تشبه المايلد فلو and self limited. أيضا راح تشمل اللمف أدينوباثي مثل ما موجودة بالكونجنتال توكسوبلازموسيس. اللمف أدينوباثي تكون موجودة نفس الأعراض تقريبا بالأكوايرد توكسوبلازموسيس. بالسام كيسز يكون maybe typhus like exanthema, pneumonitis, المايوكاردايتس تكون موجودة أيضا بالكونجنتال، المنينجو سيفيلايتس واللي ربما تكون فاتر يعني تكون قاتلة. الأوكيولار توكسوبلازموزيز، هنا الأوكيولار نوع آخر من التوكسوبلازموزيز هي تكون العينية الأوكيولار. It may present as uveitis, الكورديتس أو الكوريوريتنيتس أيضا تكون موجودة وين؟ بالكونجنتال توكسوبلازموزيز. بعض الحالات هنا maybe تكون سيفير و that they require an insulation, a new insulation. نلاحظ هذا الشكل يوضح ان التوكسوبلازما سكار بالاوكيولار توكسوبلازموز. التوكسوبلازموزز بالاميون كومبرومايزد بيشنت احنا قلنا اكثر عرضه للتوكسوبلازموزز هم مرضى العوز المناعي الايدز، هتكون الاصابات عندهم فاتل. This patient involvement of brain قلنا هو الموست كومن، بالاضافه الى السنترال نيرفس سيستم، بالاضافه الى تكون مصاحبه الاصابات مصاحبه السنترال نيرفس سيستم ايضا تصيب بعض الاعراض الاعضاء اللي تتضمن اللانج والبنكرياس والجاسترو انتستينال تراكت والاي والهارت اند الليفر. والتوكسوبلازما نيمونيا كان بي كونفيوزد وذ نيمو سيست نيمونيا. الهوست اميونيتي طبعا بالنسبه لمناعه المضيف هنا اللي تكون اجينست الوسائل الدفاعيه المناعيه اللي تكون اجينست التوكسوبلازما انفكشن راح تشمل لنا نوعين من المناعه، هي يا اما الهيومرال المناعه الخلطيه اللي تكوين الاضداد ضد التوكسوبلازما اند سيلولار ريسبونس والاستجابه الخلويه اللي هي راح تكون لي اللمفوسايت التي لمفوسايت والبي لمفوسايت والناتشرال كيلر اللي راح تواجه هذا against توكسوبلازما، لكن تكون المور اكتيف هي التي سيلز والناتشرال كيلر اللي راح تواجه التروفوزويت تواجه الاصابه بحيث ما راح تتطور يعني تمنع تطور الاصابه الى الكلينيكال ديزيز. لكن عندي بالنسبه للخلطيه اللي هي الهيومرال الاي جي جي انتي بودي ممكن ان يحلل الاكسترا سيلولار تروفوزويت اكسترا، لان انا عندي اكسترا سيلولار تروفوزويت وعندي الانترا سيلولار من يكون داخل الخليه، فبهالحاله راح يبدي شغل السيلولار ميدييتد اميونيتي اللي تتمثل بالتي سيل والناتشرال كيلر. التريتمنت طبعا الاهم تريتمنت هو البايريميثامين 1 ملي جرام بير كيلو يعطى ديلي اند السلفا ديزين السلفا
السلفادايازين ايضا، هاي نوعين من التريتمنت راح تعطى خلال، والفوليك اسيد ايضا معها خلال سنه كامله تعطى للكونجنتال توكسوبلازموزز النيونات مع بالنسبه للكونجنتال انفكشن. وممكن انه هذا العلاج ممكن ان يقلل من الكوريو ريتنايتس، ممكن ان يقلل من الكوريو ريتنايتس. بالنسبه للابراتوري دايجنوزيس اوف توكسوبلازما غونداي، عندي عده طرق لتشخيص الانواع المختلفه بالنسبه للتوكسوبلازما. طبعا هنا التوكسوبلازما انواعها قلنا الاكوايرد والكونجنتال والاوكيولار، كل نوع يختلف تشخيص عن الاخر، لكن بصوره عامه انا راح اعمل مايكروسكوبي، المايكروسكوبي اللي حاكشف بيها عن التاكيزويت والتيشو سيست بعد ما اخذ عينات من البلاد، من السبيوتا، من البون مارو اسبايريت، واستعمل الصبغات الخاصه هي الجمزه والبي اي اس والجي ام اس. استخدم طريقة السيرو دايجنوزيز، اكشف عن الانتيبودي ديتكشن وعن الانتيجين ديتكشن باستخدام الإلايزا، باستخدام الاندايركت فلوريسنت اجلوتينيشن تيست، باللاتكس اجلوتينيشن، زين الدبل ساندويتش اي جي ام إلايزا. بعدها استخدم المولكيولار دايجنوزيس باستخدام البوليميريز تشين رياكشن، هو البي سي ار، والايميجينج بالام ار اي والسي تي سكان، وكذلك باليو اس جي الالتراساوندجرافي. هاي الالتراساوندجرافي فور كونجنتال توكسوبلازموزيس يبين، لكن بالنسبه للام ار اي والسي تي سكان للسنترال نيرفوس سيستم، لان احنا قلنا اكثر شيء تكون الاصابات مصاحبه للتوكسوبلازما هي تكون بالنيرفاس، بالسنترال نيرفاس سيستم. استخدم ايضا الانيمال انوكيوليشن والسكين تيست بالفرينكل. البروفايلكسز الانديفيدوال طبعا هنا راح يكون ات ريسك، particularly pregnant، أكثر شيء تكون at risk هي pregnant women، children with immune compromised person. لازم هنا راح يكون يمتنعون عن الكونتاكت مع الكات وال and its feces، proper cooking of meat، proper washing of hands and washing vegetables and fruit before eating، blood or blood product from a seropositive person should not be given, and screening for Toxoplasma gondii antibody should be done in all blood banks. Control, بالنسبة للكنترول التوكسوبلازما يكون difficult because a wide range of animal reservoir because no effective vaccine available for humans and a genetically engineered vaccine is under development for use in cats. Thank you very much. إن شاء الله تكون استفدتوا من المحاضرة أعزائي الطلبة. أراكم بخير إن شاء الله تعالى.